حصل عليه. يقول ذهب أخي إلى أوروبا ولم يجد مسجدا قريبا منه وهو مفرط في صلاة الجمعة والجماعة، فما نصيحتكم له؟ صلاة الجماعة تجب مع القدرة، إذا ما وجد مسجدا أو ما وجد جماعة سقط عنه هذا الواجب. لكن المسلم واجب عليه أخوان أن يحرص على الصلاة وفي جماعة ما استطاع ذلك سبيل، وأن هذا من أعظم القربات التي تقرب بها العبد إلى الله تبارك وتعالى. ولنعلم جميعا بأن التخلف عن الصلاة الجماعة بصفة مستمرة أو بصفة غالبة هذا من صفات المنافقين والعياذ بالله، من صفات المنافقين. ابن مسعود يقول وقد رأيت من يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وفي الصحيح أن قال النبي صلى الله عليه وسلم أثقل صلاة على المنافقين صلاة الصبح والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما أي من الأجر والثواب وما في التخلف عنهما من الإثم والعقاب لأتوهم ولو حبوا أي يمشون على أيديهم ورجلهم. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم انطلق معي رجال معهم حزم حطب فأحرق على من لا يشهد الصلاة. فمن منا يا أخوان يرضى نفسه أن يكون ممن هم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحرق عليه بيته لأنه لا يشهد الصلاة؟ فقال أهل العلم رب العالمين يقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، فهذا أمر بالركوع مع الراكعين يعني دليل على ماذا؟ على أن الصلاة تقام جماعة. كما أنه شرعت ماذا؟ متى يا أخوان؟ في أصعب الأحوال وهو حال الخوف والحرب شرعت الجماعة، فكيف بمن كان في عافية؟ بل أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل أعمى قال يا رسول الله ليس لي قائد يلائم الصلاة فهل تجد لي من رخصة يعني يصلي في بيته؟ فقاله النبي صلى الله عليه وسلم تسمع النداء؟ قال نعم. قال لا أجدك رخصة. وفي حديث قال تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح، ما من حي على الصلاة حي على الفلاح يعني أقبل على الصلاة أقبل على الفلاح تسمع؟ قال نعم. قال فحيهما، حي الصلاة أقبل على الصلاة لتقيم الصلاة ولتنال الفلاح. كيف المسلم يفرط بهذا الأجر العظيم؟ فالمسلم لا تخلف عن الصلاة بلا عذر، حتى جاء ابن ماجه في السنن من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له، وهذا ظاهره يدل على أن الجماعة شرط، بمعنى إيش؟ أنه إذا ما صلى جماعة صلاته باطلة، وقد قال بهذا بعض العلماء. لكن أقل ما يقال في هذا الحديث من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر أن الجماعة واجبة لا يجوز التخلف عنها بغير عذر. واضح؟ صلى الله عليه وسلم. نعم.